لطفي بن ساسي لطفي بن ساسي. البارح مشيت نقضي في الحومه نلقى كرهبة هذيك كل سيجي كل باشي وعليها حضب عبيد. قربت بك تعرف انا جورناليست يلزمني نعرف شنو هي الحكايه. قلت برتقان هذا رمان عند طلع حليبي حليبي وناس بتبيبز البلاستيك يترى ونص سيترتين مول حليب مقطوع العباد رجعوا للحليبي. نغزل لك الحظبة. غمضت عيني حليتهم تفكرت روحي وانا صغير في المرسى كان كل صباح يجينا عم مصطفى الحليبي كان يجي على بي عم مصطفى الحليبي عنده كل بيدون الكبير نخرجوا له بالكسرونه ايترا ونص سترتين احنا والثمانيه كنا في الدار دوك ايترا ونص ما تلعبناش. يدور عمك مصطفى على الديار الكل كي كمل الديار الكل يطلع لك البايم يطلع للبار يعبيها قد 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 يدوخ بالسكره يركب على البيم والبيم يعرف الثيره وحبيه طول هو البيم لا لا اكسيدون لا سياقه في حاله سكر البيم يعرف الثنيه. الحكايه هذه في المرسى وقتها كانت المرسى كلها فلاحه توا تبنيت الكل المرسى كانت كلها درعه وقناويه والعنب ومدري شنو تبنيت اما باقي قد ما تتبنى باقي في كل مدينه في الجمهوريه الكل لازم تلقى البقيره شويه عليه لازم تلقى كل الفيبر اغريكول نتاعنا معناها الاصل العرق الفلاحي قعد موجود عندنا وحليب البقري راهو عمره لا تقطع من تونس حتى شفته اللي يلموا في الخبز البيت وكل شيء هذاك عنده بقره اما الحليب موجود الحليب البقري موجود. قبل الحليب نتاع الحليبي كان فما ستيل كانت تعمل حليب كانوا كل مثلثات لكن اشتي لا سي بي حليب وكا وتشري الحليب ساعه ساعه تغلي الكسرونه الحليب يفلقط يقول لك تو العباد ولا تفلقط ما عادش الحليب يفلقط. ثمانية ما عادش تلقى حتى باكو يدور في البلاد معناها من اول الدنيا راهو كان فما مشكل نتاع حليب. ثمانية العطار يقول لك ما عادش عندنا تمشي انت للحليبي تمشي لعمك الفني ولا عم زمامر تشري بالليترا تروح وتقميره وكان الحليب كومبلي ما كانش اونتي كان الحليب مش زيرو بالفيتامين حليب حليب تنساه انت ليله يولي رايب ما فيها حتى كلام ولا يعملوه خرجوا منه الزبده يحط كانون من اللوطه يحط الشكوى امخذ 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 تخرج الزبده حدا زبده العربي واحنا ماشيين هذيك عمرها ولا تقطعت من البلاد. هو ما عادش يمخذوا في الحليب تو يمخذوا فينا احنا. يمخذوا فينا واحنا انفلقتوا معناها كيما الحليب قد قد. عاد على حكايه المدينه اللي قاعده تاكل في الاراضي الفلاحيه نتفكر مره كنت نخدم في تونس يبدو عام 80 تقريبا وقتها سي محمد بن يوسف نوجه له تحيه مازال موجود وربي يعينه من الصباح لليل ويخدم التوا الغدوه تبارك الله عليه. وقتها مازال كي بنى دار في المنار نهار انا قاعد جاني سي محمد بن يوسف يعفس في طاجين يقعرو شبيك يا سي محمد شفمه قال لي زرعت شجرات باش نزين الدار على الماده جاو المعيز كلاو لي هاك الشجيرات هذوك ايش نعملوا سي محمد؟ قال لي بربي اكتب لي مقال. رحت الدار نكتب فيك المقال خممت خممت قلت توا احنا جينا للاراضي الفلاحيه وبنينا فيها معناها داخلين كري ولينا ملك ولينا نتشكاو من المعيز. كتبت الارتيكل معناها دون سو سونس قرا سي محمد الارتيكل بعد ما خرج في الجريده حصلوا ما قال لي حتى شيء من ثلاث ايام قعد ما يكلمنيش. عاد عاود رجعت لك السي جي هكا جاني فلاش رجعت لك السي جي قعدت نتفرج قلت له الراجل اللي يبيع قلت له سافا قال لي تش من سافاتي قال لي هاو المازوت مقطوع. قلت له شنو هو المشكل؟ كان عندك بايم خرجوا ونرجعوا لعهد عم مصطوفة الحليبي نرجعوا لك الايامات الحلوه ونحتفلوا برجوع البقر والبهايم للمدينه. باهي باهي من لاشوت باهي الكاريكاتور ايش يقول سي لطفي بن ساسي؟ الكاريكاتور
قانون المالية لسنة 2023 البكبك ايش يقول لك؟ يقول لك القانون عملناها من المالية، المالية ينوب ربي. أما القانون موجود. القانون موجود، القانون موجود. كاريكاتور دو جور والكرونيك تلقاوها على الباج فيسبوك اوفيسيال لجوهرة اف ام. فاصل ورجعوا.